معكم الياس اخوتي، كيسكم يدير في السلامه. ما مفهمش حياتي كيفاش ولات اخويا، كملنا حليت عيني. كنعيش في واحد الجو ماشي ديال الجو ديال العائله ما بين الاب والام والاخت ديالي. الاب ما كيدويش مع الوالده، معاناه خايبه، كبرت في واحد الحاله ماشي ما كاينش اللي كيشوف فيا. با ما كيشوفش فيا، امي ما كتشوفش فيا. خاصني نخرج نتبع شي واحد الطريق خايبه اخويا. خاصني نشفر باش نلبس باش ناكل. وليت كنشفر مع الدراري كلهم اللي كيشفر. نتبع شي حاجه خاصني نديها باش نبيعها باش نبقى ناكل، نبقى نلبس بحال باش نبان زوين بحال صحابي. لقيتي ديك السيده ما لقيت حتى حد بجنبي. الام ديالي هي الاولى ما لقيتهاش بجنبي. لقيت الاب ديالي الله يرحمه هو اللي وقف معايا تقاتل معايا باش ديك السيده. بعد ما ديت كسيده بقيت في الدار مع الوالد هو اللي متبع معايا رونديفوات سبيطارات. شويه شويه بديت كنبرا صافي شي ديال بديت حسيت راسي جبد. شويه بديت كنوقف على رجلي بديت كنخرج حتى للزنقه نخدم نبيع ونشري. بديت الكروسه ديال الليمون داوا ليا من الدرب شفروها عليا ما خليش ما دات اخويا. الناس ما قالوناش ما خلاوناش نديرو معاهم شي حاجه. رجعت ثاني لك الطريق وجيت ثاني كنخطب ندي ديال بنادم. عاود مشيت للحبس انا اخويا لقيت راسي في الحبس. عيطت للام ديالي ديت لها وكاله باش تقوم هي بمقام ديالي باش توقف معايا باش نخرج ندير شي حاجه شي بيعه وشرياش فين نسكن نلقى على الله وعسى. حقاش سمعت الاب ديالي الله يرحمه ملي ديت لها الوكاله قالت لي صافي ولدي تخرج يكون خير. لقيت شي لخرج لقيت سمعت وانا وسط الحبس دواش معايا. لقيت الخبر قلت اخويا ما علي ما بي واحد نحضنا الدري صديق ديالي خارج الزياره قال لي راسلموا على شي دراري ولا دربكم وسلمات عليك الام ديالك. وديك السلام جاني غريب اخويا ماشي حتى ليه. بقاش الدري جا عنقني وبقى كيدوب معايا ما الفاش لي. قلت لي خويا واش كاين شي حاجه قال ما عادي ما خبي قال بكرا الله يرحمه راه مات مسكين دابا عام ونص باش مات. ما توقعش بكيت ما خليتش ما درت شفت حتى شفت كتيها ديال الله كنا لا كنا مكتب علينا. ما لقيتش داكشي اللي بغيت ما لقيت لا ام ما لقيتش امي ما لقيتش لقيتها شي ناس هما خوتي ولا دربنا هما اللي لقيتهم جنبي هما اللي كيشوفوا فيا يديوني الحمام يعطوني ما ناكل ما نكمي وديوني السبيطارات. ما لقيت حتى حد اخوتي وانا ما طالب حتى حاجه نطالب صحتي. ما عرفتش اخويا السبب علاش ما نقدرش نحكم حقاش هادشي كنت كنسمعو وانا صغار مع الاب ديالي الله يرحمه. كاين شي يقول لي تيقول لي دير شي حاجه ولدي في حياتك اللي تنفعك. تيقول لي النهار اللي غنمشي عليك انا هاد السيده النهار اللي هو تلوحك من الباب وفر هادشي اللي شو كشي اللي سمعته هو اللي ديت غادي كنشوف فيه دابا نهار على نهار. مش كنشوف شي حوايج اخويا ماشي حتى اللي في الحياه ديالي. كنشوف راسك تبي خير كنت صغير كنلعب معالي مع الدراري صحابي شويه بديت كنكبر بديت كنخياب شويه وليت كنضرب في الحبس شويه مات لي با انا وسط الحبس. اخي في حاجه بنادم يكون بعيد ويسمع با الله يرحمه ولا امه. ما فهمتش اخويا نهار على نهار كنزيد تعقد لي حياتي. ودابا بغيت كنبغى نوقف نمشي باش نخدم نجيب من ناكل من باش نكري. ما لاقيتش اخويا رجلي ما قادرش نحفظ عليها. ما عندي ما نقولها كما كان حكاش بقى الام الله هو اللي يخلصها. حقاش فلوس كتبقى وسخ الدنيا وهاديك كتبقى الام ديالي اللي ولداتني وخا نخسر اللي دات عمري غنعوض لها بزاف. خلا من الله ولا كيخلص بخير. ما فهمتش حياتي داعش ما بين صباح وعشيه وانا ما بقيتش باغي نمشي في هاد الطريق خايبه. ما بقيتش باغي نمشي للحبس ما بقيتش باغي ندير البنادم ما بقيتش باغي حتى حاجه اخويا. باغي صحتي باغي شي بيعه وشريه نجمع راسي شي اللي بغيت اخويا. امي اللي ولداتني واش خلاتش عليا شي واحد مات الحمل خلاص الزوم عليه الحمل خارج قدامها صوش وما شافتش فيه. اش بقى نقول امي مشي كيما كان الحال اش بقى الام ديالي والله يسمح لينا منك والله راه هو اللي غيخلصك امي ان شاء الله كل ما درتي. بقاش كتبقى امي هذيك ما جاش نقول لها شي حاجه اسمع الله سبحانه كتبقى امك خلى من الله اللي الله يخلص كل واحد اللي قد فعل. كتحاول تصون على الام ديالي نهار نهار قدام اصدقاء ديالي امي كت انا كنت طلع على النمره ديالي كتقطع انا تصون على الام ديالي قدامكم اخوتي مش عارف كنعيشهم لا مش حاله هذا اخو شحال هذا باقي صغير كنعيش هادشي يعني من صغرك وهي معايا ولكن الحنان ما كاينش ديال الام ديال العائله ديال الوالدين. ما نعيش معاهم في الدار وكنطلع الناس ولكن شي حاجه ما كنشوفها منه. خرجوني من القرايه خرج وليت كنخدمش ما خليتش ما درتش خرج طريق ما خليتش ما درتش اخويا. دارنا راه كانت عندي دارنا وكنطلع لها ولكن راه بحال مخبي على الشتا وصافي. كاينش ديك الحنان وداك التواصل اللي تقش في اخويا عطيتي له انا كنت ساعة وسط الحبس. قلت لها الام ديالي غندير لك الوكاله امي باش تحاولي تشدي انت ديك الامانه قبل ما نخرج باش تخرج امي نلقاك بعدا درت شي حاجه ليا وليكم. قالت لي واخا لقيتي اللي خرجت لقيت راسي بنزيز اخويا الله عالم معاون معايا وخوتي ولاد الدرب ولاد الدراري شي ناس شي عيالات
أصدقاء أموري كيشوفوا فيها خشوا في الطاولة عطوني ما ناكل ما نلبس ما نقدرش نقول شكون اشترى من عند كل شيء، اشترى من عند الاب ديالي حقه، اشترى من عند عمامي، اشترى من او عمي راهو احداكم انا تا هو كيفاش في الزنقه اشترى من عنده، ولكن هذا كيستاهل حقاش شد فلوس ومشاو لها في الشرع، مشاو له بزاف ديال الحوايج خايب عاش معذب اخويا بزاف، ما طريحة مريح وما حامش راسي، ما حامش راسي بزاف اخويا والله كيما لقيت جهد، لقيت جهد اخويا ما لقيت جهد، الناس يشو يقولي ها رجلي اخويا طالب تحاش طالب صحشي واش رجلي واش نقول في بالي قابش نخدم قابش نرجع حياتي نرجع مستقبلي هادشي اللي باغي ما طالب حتى حاجه اخو مابقيتش كنقدر نوقف بها اخو كنعسان لا الحاجه الوحيده اللي درت كندور الجنب ونرجع الجنب الاخر هادشي اللي وليت كنقدر ما فهمتش ديما كطلع ليا بحال هكا بعد ما عرفت كتجاوبني بعد ما عرفت ما كتجاوبش بعد ما عرفت كتجاوبني هي اللي كتهضر معايا كتقول لي شكون كنقول لها الياس كتقطع عليه هادي امك الام ديالي هادي اللي ولدات ما نقول هاد الناس اخو شي يشوفوا فيها من ناحيه رجلي جانب انساني باغا رجلي الدواء ما طالب معاهم حتى حاجه انا بغيت رجلي الدواء لي اخويا باش نلقى كيفاش نوض ندير ميردي على راحي تقاتل نجيب انا ناري نخدم نعاود نعود حياتي شي طالب معاهم اي واحد اخويا ماشي غير انا اي واحد اخويا غير يندم منهم راسي وجبت ندمش اخويا كيمشي الخاطر الجو اللي تربيت فيه هو اللي خرجني للطريق ما لقيتش شي حاجه الموفره ليا باش نمشي فواحد الطريق زوين لقيت الطريق كامل معكسه ليا اخويا اي واحد بحالي غادي نمشي بنفس الطريق